صباح الخير لكل أوفياء الإذاعة القريبة منكم دائما ميد غاديو. إن شاء الله يوم جمعة مبارك نتمنوه للجميع. موعد جديد من برنامجكم صحة وسلامة، للأسف طبعا هي آخر حلقتنا في هذا الأسبوع، ومن خلالها اليوم موضوعنا غادي يكون على الزيوت الأساسية لكي يتم استعمالها في حالة جفاف الشعر. طبعا رفقة الدكتور عبد الخالق رمضاني اللي هو أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية، وإن شاء الله مرحبا بكل أسئلتكم الخاصة بموضوعنا اليوم باش نجاوبوا عليها كالعادة عن طريق أرقام تواصل معنا 05 22 46 72 50 51 أو 05 22 43 00 09. ما تنساوش كيمكن لكم كذلك تواصلوا معنا عن طريق الرقم 5080. فقط في أول الرسالة ديالكم كتقوموا بكتابة كلمة صحة SHA تخليوا فراغ وتبعثوا بسؤال ديالكم ثم الأسماس هو 6 درهم مع احتساب الرسوم. غادي نبقوا مع أول اختياراتنا الغنائية في ميد غاديو دائما اللي داعى القريبة منكم. من جديد كنرحبوا بكل الأوفياء في حلقة اليوم برنامج صحة وسلامة، وكيف ما شرنا موضوعنا فيها اليوم غادي يكون على الزيوت الأساسية اللي كتعالج مشكل جفاف الشعر. رفقة الدكتور عبد الخالق رمضاني أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية، صباح الخير وجمعة مباركة إن شاء الله دكتور عبد الخالق. جمعة مباركة لنا جميع وجميع المستمعات والمستمعين. يا رب إن شاء الله هذا ما كنتمنوه. ربما دكتور عبد الخالق رمضاني كل واحد فينا كيربط الجمال ديال الشعر بديك الليونة ديالو بالطول ديالو، فيمكن ربما هذه هي العلامات اللي كنقولوا فعلا يعني هذا الشعر راه صحي، شعر اللي هو جميل وكذا. وقتاش الشعر كيبدا يعاني من المشكل ديال الجفاف؟ هو هنايا ملي كنهضروا بعض المرات على الشعر كنهضروا كذلك حتى على البنيه، كنهضروا على الشكل ديال الانسان اللي هو طبيعي كيفاش كاين، يعني كنهضروا حتى على الوراثه، كنهضروا حتى على العادات ديالو، يعني العادات الاستعمالات ديال المواد الكيماويه، الاستعمالات ديال الادويه، العادات الحياه ديالو كيفاش داير، النفسيه ديالو، يعني كيف ما كنعرفوا ان كيف ما البشره فهي كتعكس لنا كتعطينا نسبيا واحد الفكره على الانسان، فكذلك حتى الشعر حتى هو كيعطينا نسبيا واحد الفكره عن الانسان. ولكن ما كيمنعش هنا اون با تو سيغو، ما عندناش حنا نفس اللون ديال الشعر، ما عندناش نفس الشكل ديال الشعر، ما عندناش نفس الكثافه ديال الشعر، لان حنا كما كنقول دائما فاحنا راه كاين واحد الاختلافات كثيره بيناتنا. هنا قبل ما نبداو ما نكرهش بحال كنسيرو بعض المعلومات عامه يعني ثقافه لي مزيان السيدات، حيت ملي كنعرفوهم المعلومات هذه كنعرفوا شنو هو الشعر ديالنا، وكنعرفوا حتى ملي الا استعملنا شي حاجه شنو هو المدى ديال العلاج. ف الحمد لله حنا الشعر ديالنا كيكون شويه كثير، يعني كيتجاوز المئات ديال الالاف ديال الشعيرات الشعر اللي كيكون عندنا عند الانسان اللي هو عادي. علاش؟ لانه كاين مع مرور الزمن كاين الانسان اللي كيبدا يفقد الشعر ديالو، يا اما كما ذكرت لك يعني كيكون ديك الحادثه السيئه، ولا ربما كتكون خلالات هرمونيه اولا عامل ديال الوراثه، والحياه ديال يعني الحياه ديال الشعره تقريبا كتعيش حتى هي تقريبا واحد على الاقل واحد العامين على الاقل 3 سنين، يعني كحياه الدوره ديالها هذه على المعدل. اما هو في بعض الدراسات يعني كتقدر تمشي حتى ل7 سنوات المده ديال العمر، هذا الشيء علاش تقريبا كيقولوا والشعر كيموت وكيخلف، ربما يعني كنسبه ديال الانسان اللي هو عادي، اللي هو الحياه ديالو عادي، النمط ديال العيش عادي، اللي ما كيستعملش واحد العدد كبير ديال المكونات ديال المواد الكيماويه ولا ادويه، من ناحيه الهرمونات ديالو كاين واحد التوازن، فهاد الانسان كيفقد يوميا يعني انشود دو شوفو تقريبا كيطيحوا لي على الاقل واحد 100 على الاقل 100 ديال الزقبات اللي كنطيحوهم يوميا عند الانسان اللي هو عادي. وهنا كنستنتجوا على انه باش الشعر باش تزيد تقريبا واحد سنتيم يعني خاصه على الاقل واحد شهر. دونك فاش كنستعملوا بعض المرات كاين شي بعض العلاجات، يعني العلاجات اللي كنستعملوها بعض المرات باش يخلف الشعر من قبيل كاين على حساب شنو هو السبب، واش لاسيد ميوكزيديك، واش الكورتيكويد، واش لابيفاثيرابي، واش يعني واحد العدد كبير ديال المكونات ولا زيوت اساسيه، فخاصنا نعرفوا هاد
هاد لابوسي كيفاش كيدفع واحد سنتيم في الشهر، يعني خاصنا نتسنى واحد تقريبا واحد شهرين ثلاث شهور ويلا باش نولي واحد 3 سنتيم باش تولي عندنا واحد لاكوب، يعني من وحنايا محيدين غازي حتى الواحد مثلا توصل الكتاف ديالنا بالنسبه للمراه خاصه، فعلى الاقل خاصنا نتسنى واحد المده ديال عامين ثلاث سنين هنا باش ما يكونش عندنا حتى في العلاجات ما يكونش داك التسرع. وكذلك يعني التغذيه ولا حتى البنيه ديالنا كتحكم لينا في الشكل ديال كما البشره ديالنا، كتقدر تكون عندنا بشره دهنيه ولا بشره عاديه ولا بشره جافه، فكذلك حتى الزغبه ديالنا حتى هي كتمشي في هذا الاتجاه، وكذلك كتقدر تكون عندنا جافه يابسه او لا عاديه. نعم، غادي ناخذ اول مكالمه معنا على الخط اليوم، فاطمه ناخذ السؤال ديالها من قنيطره. صباح الخير فاطمه. صباح الخير لاله عفاف. مرحبا بك لاله فاطمه، غير الراديو اللي حداك تقدري تطفي ولا تبعدي عليه وسمعنا من التليفون. شكرا لك، مرحبا. كي درتي لاله عفاف؟ الحمد لله لاله فاطمه، تحيه لنا زياد قنيطره. شكرا. روايحكم عاطيه لينا واصله لينا للدار. الحمد لله. طلع طريه مع الجمعه تنتوقعوا دوك الروايح دوامين كاملين. شكرا لك. شكرا لك فاطمه، وان شاء الله كل صباح عندك يكون معطر. ان شاء الله. بغيت نتذكر مع السي محمد اذا كان ممكن. وعبد الخالق الرمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه. مرحبا فاطمه. اهلا سي عبد الخالق. مرحبا لاله، صباح الخير. الله يخليك. عندي واحد ثلاثه المشاكل. مرحبا. الاولى خلاص شعري ناشف وما كنبغيش ندير له ديك المواد الكيماويه. والثانيه جاياني في الجبهه بحال ما نعرف واش صدفية ولا شنو، واحد كانت غير صغيرة تنحكها ودابا كبرات وكدير لي واحد القشور بويض. نعم. وكنت درت لها داك زيت الخزامة العطرية اللي كان قالوا زيت أركان، كانت شوية. نعم. وكتمشي وكترجع، ودابا يعني بدات تكبر وجاتني في الجبهة، ما عرفتش شنو ندير بها. والثانية الثالثة شعري كيف. نعم، عندك المشكل ديال الجفاف مع التساقط ديال الشعر فاطمة بجوج. اه، ودوك الزيوت. نعم. دابا فاش تمشي ونشريهم كنلقاهم محطوطين عند هادوك اللي مختصين غير بالزيوت وديك المواد الطبيعيه وداك الشيء، ولكن كنلقاهم ماشي كما قال الدكتور، كنلقاهم يعني حاطينهم في شي بحال قلتي هكا في شي سميتو شي بلاصه محطوطه قبل الصدوق قبل الباب قبل ماشي مخبعين. نعم، واضح لاله فاطمه. يعني ما كنخاف واش هذوك الزيوت يعني عندهم فعاليه ولا لا. ما عرفتش منين غادي نشريهم بالضبط، يعني زعما كاين هذوك الزيوت 100%. نعم، واضح لاله فاطمه، شكرا لك توصلتي معنا من قنيطره. غادي ناخذوا فاطمه الزهراء هذه المره من مدينه فاس. فاطمه الزهراء صباح الخير. صباح الخير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور رمضان لاباس؟ لاباس عليك. الله يخليك. عندي واحد جوج تساؤلات. نعم. انا بالنسبه للشعري عندي شعري رطب وشعر رقيقه وكيسقط لي بزاف، والبنيتة عندها 11 عام عندها الشعر جاف بزاف وقوي وتا هو كيطيح لها، وما كان زعما ما كندهنولهاش، هي ما كتبغيش وانا ما كنعرفش شنو ندير لها. ديغنييغمون درت لها غير قالوا لي زبده روميه مع الفص البيضاء البلديه مع الزيت البلديه تا هي درتهم لها، ولكن بغيت زعما شي حاجه مفعوله، شي حاجه عندها شي مفعول مزيان باش نكلها زعما يتدعل لها الشعر شويه. نعم، واضح لاله فاطمه، شكرا لك تواصلتي معنا من فاس. طيب دكتور عبد الخالق رمضاني، نجاوبوا فاطمه اول مستمعه كانت معنا من القنيطره. المشكل هي في الموضوع ديالنا ديال الشعر، هو جاف ونفس الوقت كيتساقط، وهذه نقطه باش نتكلموا عليها كذلك الدكتور عبد الخالق رمضاني. عاده شكون اللي كيتساقط اكثر، واش الشعر اللي كيكون ميدم او لا الشعر الدهني او لا الشعر الناشف؟ لانه كاين الناس اللي كيقول لك شعري ناشف كيطيح، وكاين الناس اللي كيقول لك شعري ناشف كيتقرد. هو السكي اللي كيطيح اكثر هو لو شوفو غرا هو اللي كيكون هو اللي كيكون الشعر الدهني هو اللي كيتكرفص اكثر، ولكن ما كيمناش ان تشوفو الشعر الناشف حتى هو كيقدر هنا دائما فاش كنهضروا على تساقط الشعر ما نكرهش انك يكون بعدا كاين مستحضرين واحد الاجوبه على واحد العدد ديال الاسئله. واش فعلا كاين تساقط ديال الشعر؟ حيت بعض المرات كتكون هذاك كيكون هذاك التخوف اللي كيخلينا حنا يعني
نفكروا ان الشعر ديالنا عيب، مع ان ذكرت على انه عادي ان مره كنلقاو دوك الشعيرات، حيت الشعيرات عندنا كيموتوا. نعم هي امر طبيعي، امر طبيعي كيف ما قلت، على الاقل واحد تقريبا المعدل ديال 100 شعره اللي كنطيحوها في النهار عند الانسان اللي هو عادي. نعم. السؤال الثاني اللي كنطرحوه على عيوسنا هو كيف دايره التغذيه ديالنا؟ واش التغذيه، واش ما عندناش شي مشاكل اخرى مثلا من القبيل، مثلا واش انيميا، واش عندنا شي مشكل شي اللي سبب ديالو التغذيه نقصان من شي مواد اللي كتكون عندنا؟ السؤال الثالث اللي كنطرحوا على رؤوسنا هو كيف دايره الحاله النفسيه ديالنا؟ السؤال الرابع اللي كنطرحوا، يعني واحد العدد كبير ديال الاسئله، يعني شنو هي كيفاش كنعالجوا هذا الشعر ديالنا؟ شنو هي الشامبوانات اللي كنستعملوا؟ شنو هي المواد الكيماويه اللي كنستعملوا؟ يعني احنا كيف ما كنعرفوا، يعني دابا ولات صباغه ماشي واحد المره في، يعني ولات تقريبا واحد كدارب واحد لا فريكونس اللي هي كثيره. كذلك وهنا مساله اللي هي مهمه هي الادويه، يعني اشنا هي ما هاد الادويه اللي كنستعملوا، حيت كاين واحد العدد كبير ديال الادويه اللي معروف على انها عندها تاثيرات على الشعر ديالنا. كاين كذلك واحد التساؤل اخر اللي هو خاصو يطرح، اللي هو واش كاين عندنا مشكل ديال خلالات خلال في الهرمونات حنا تاود اوندرو سورتو اوندرولوجيك، يعني ضروري كنت وكذلك التساؤل الاخر اللي هو خاصنا نطرحوه هو عامل الوراثه. هنا بالاخص كنمشيو عند كيخص الرجال اكثر من كيخص النساء التساؤل. اذا ملي كيكون عندنا هاد الاجوبه هادو، ديك الساعات كنقدروا بحال مثلا اللي بغينا نقترحوا غير شي اقتراحات، كما ذكرت الاخت مثلا دابا عندها كتعاني من ان الزغبه ديالها ناشفه وكذلك كالتساقط، فهنايا كنلقاو واحد العدد كبير ديال الزيوت الاساسيه اللي تقدر تستعملهم، نقدروا من بعد نعطيهم شي طريقه بسيطه للاستعمالات ديالهم. كاين الزيت الاساسي ديال الجيرانيوم ديال العطرشه بلارغوني موزيوم، كاين الزيت الاساسي ديال الخزامه، جميع الانواع ديال الخزامه هنا كتوافق، كاين لوغومارا اسينيول، لوغومارا بشكل عام خاصه اسينيول، كذلك كاين العود القمري. دونك هذا زيت العود القمري، زيت الاساسي، زيت الاساسي مستخلص من العود القمري من البوا دو سونطال. الا كان عندها كما هذا كاسون يعني كيتهرس، فهنا كاين كذلك الامكانيه ديال الاستعمال ديال لاكامومي البابونج، يعني جميع الانواع ديالو. وبالاضافه الى لا سالفيا اللي هي السلميه، ولكن بالاخص لا سالفيا سكلاري، يعني النوع ديال السلميه. طيب حنا غادي نرجعوا نعطيو المستمعين الكرام الطريقه بالضبط كذلك باش عبد الخالق رمضاني بالنسبه للمساله ديال ديك الحكه الطبعه اللي عندها في الجبهه ديالها. هي قالت مع العلم انه واحد الوصفه كنا درجناها في البرنامج والحمد لله عطات نتيجه اللي هي زيت الخزامه مع ارغان، يعني ما بقاتش بنفس الحده وكذا، ولكن هي اللي دابا اللي كتلاحظ انها مازال كاينه في الجبهه ديالها وخايفه واش الحجم ديالها يقدر يكبر. هنايا كما هناك هي ما عارفاش، يعني هنا ضروري يكون عندنا واحد التشخيص. اذا ضروري هنايا كتكون واحد الاستشاره ديال المختص. هنايا كنعطيو مثلا في هذا الشيء مثلا هذه الزيوت الاساسيه اللي حنا ذكرنا، فهي استعمالات عامه ماشي معنيتها ان حنا لواحد السيده ولا واحد السيد غادي يشد الزيوت الاساسيه اللي ذكرنا حنا كاملين وغادي يخلطها، فمزيان انه الوقت ديال الاستعمال ديالها تكون واحد يعني تكون واحد غير واحد شويه ديال الدرايه، واحد شويه ديال اليد كما كنقولوا الاستعمالات ديالهم. فاش كنهضروا على المشكل اللي هي ذكرات، واش بسورياسيس، واش شي مشكل اخر، لانه هي غالبا سي فري غادي في الاتجاه ديال الصدفيه، ولكن ضروري يكون واحد التشخيص، ضروري يكون واحد المتابعه ديال المختص ديال بصح. بالنسبه لفاطمه الزهراء من فاس، المشكل ديال الشعر ديالها عندها، يعني قالت انه عندها ديك الزغبه رقيقه بزاف ورطبه، وبالنسبه للبنيته ديالها العكس في العمر ديالها 11 سنه، المشكل انه الشعر ديالها كيبان في ديك الكثافه
قوي ولكن ناشف وكيطيح. ف يعني شنو تقدر تعمل ليها مع العلم حتى ديك الخلطه ديال الزبده الروميه مع صفر البيض مع زيت الزيتون ولا زيت البلديه، واش ممكن انها تكون نافعه لهاد البنيته؟ هي اللي هنايا بالنسبه للشوفو نفس الزيوت الاساسيه اللي حنا ذكرنا وحنا زدنا عليهم لي شوفو ديال ملي كيكونوا كاسون من كيتهرس او كيتقصف بحال هذا الشكل هذا. يعني حتى قلنا ان حنا نقدروا نزيدوا ليهم حتى البابونج ولا سميتها السلميه خاصة السكلاغي. ف بالاضافة إلى هذا أنا بالنسبة للصفر ديال البيض فأنا كنفضل أن احنا نخليه بوغ سميتو بوغ الشعر اللي كيكون دهني، فهو كيوافقه أكثر ما كيوافق الشعر اللي هو ناشف. زيت العود هو فعلا يلفا بوغ لي شوفو سيك الشعر اليابس، نقدروا نزيدوا معاه حتى زيت ديال الخروع فحتى هو كيعطينا واحد النتائج مزيانه، اولا الا كانت الامكانيه ديال الاستعمال ديال الويل دو جوجوبا ولا حتى زيت ارغان. فهما هادو زيوت اللي كتناسب هاد الشكل هاد النوع ديال الشعر، بالاضافه كما ذكرت الى الزيوت الاساسيه اللي غتوافقها اكثر، يعني اللي كتمشي في لي زانديكاسيون ديالها بزاف لهاد الشكل هذا. كاين عندنا لا لافون الخزامه اي الغمغه، يعني النوع اللي حنا ذكرناه اسينيول. نعم، حنا غادي نرجعوا دائما نواصلوا لقائنا معك الدكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه، وان شاء الله كذلك غادي نستقبلوا باقي الاسئله ديال المستمعين الكرام في حلقه اليوم من برنامج صحه وسلامه. ارقامنا دائما 5 22 46 52 51 او 52 او 05 22 43 00 00 والا عن طريق الرقم 5080 رقم خاص بالتواصل معنا عن طريق رسائل اس ام اس. فاصل ونعود لنواصل علامات غاديو دائما الاذاعه القريبه منكم. رجعنا باش نواصلوا حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه. غادي ناخذوا فتيحه معنا من الرشيدي. صباح الخير فتيحة. فتيحة تحياتي لك لالا وتحية المختص ديالنا. مرحبا بك فتيحة وتحية للناس ديال الرشيدية، أهلا وسهلا. عافاك سمحي لي بزاف، عافاك بغيت المختص، عافاك الشعر ديالي كيتسقط بزاف وجاف بزاف من القدام. نعم، وتحياتي لك لالا عفاف وتحية لسناء الكناني وتحية المدرادي وكامل، واخا المهم واخا ما قاريينش احنا بكم الحمد لله ولينا احسن بزاف. الحمد لله الفتيحة، وهذا هو الغاية والرجاء. وكنقولوا دائما انه الوعي ديال الانسان راه ما مرتبطش فقط بالمستوى الدراسي اللي هو درسه، يعني ما شاء الله كنوجدوا ناس اللي في يعني الوعي ديالهم كبير بزاف ولو انه الحياة ما عطاتهمش الفرصة ديال التعليم. فتحية لك. الحمد لله بكم راه رجعنا بزاف بزاف نيت القدام. الحمد لله. شكرا بزاف. الحمد لله، شكرا لك فتيحة. لكم بزاف، شكرا بزاف. هذا هو الغاية والرجاء. شكرا لك شكرا لك فتيحة، التحية ليك. الحمد لله هي وصلت. غادي ناخذ كريمة معنا من المحمدية هذه المرة، أهلا وسهلا بك كريمة. وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا كريمة، أهلا وسهلا. لاباس عليك؟ الحمد لله. جمعة مباركة إن شاء الله. علينا وعليك إن شاء الله يا كريمة. الله يجازيك بخير. بغيت نقول للدكتور بأنني أنا عندي شعري ناشف بوم وكان كيتساقط، درت ليه صباغة ودرت ليه ليميش ولكن نقص لي شوية الفوليوم ديال الطيحان، ما بقاش كيطيح. لما استعملتي الصباغة مع ليميش؟ أييه، وما بقاش يعني بديك الطريقة اللي كان كيطيح المرة الأولى. ولكن شوية بدا كيتقرض لي من القدام. نعم، وانت في الاصل لاله كريمه الشعر ديالك في الاصل كيف عامل؟ واش ناشف ولا ميدم؟ اي لا ناشف. ناشف في الاصل. عندي ناشف في الاصل. نعم، وكان كنت كندير ليه زويوت ولكن دابا بغيت شي حاجه اللي نديرها تبقى لي يعني اللي هي تبقى اللون يبقى شاد فيه اللون اللي عندي دابا، وفي لامام طون شويه يبين لي الزغبه ما تبقاش ناشفه. باينه ناشفه بزاف فوالا. نعم، واضح. وعندي وعندي البنيته ديالي صغيره يلاه عندها دابا واحد بون غتكمل 3 سنين، حتى هي عندها الزغبه رقيقه ورطبه. ولكن ناشفه سيرتو من القدام، عندها من القدام اكثر هي ناشفه، زغبه خفيفه وناشفه بزاف، واخا كندهنوا ليها واخا كندير لها اللي كندير ما يعني ما كاينه حتى شي نتيجه وكا كيبقى لها. عاده لاله كريمه باش كدهني البنيته ديالك الشعر ديالها اش من زيت؟ كنضعنا بزيت العود صافي. بزيت العود. ولا لا درت انايا شي خلطه ديال الزيت بحال ما زيت الخروع مع زيت العود او
لا سميتو صافي كندير لها شويه معايا فول من الحمام للحمام ماشي ديما ماشي دايما. ان شاء الله نجاوبك لاله كريمه. شكرا لك تواصلتي معنا. من المحمديه معنا كذلك اس ام اس اخر دكتور عبد الخالق رمضاني من مستمعه كريمه كتقول عندي بنيته في العمر ديالها 10 سنين الشعر ديالها ناشف بزاف وهي عزيز عليها الشعر لدرجه انها كتبكي كتقول لي ماما وقتاش غيكون عندي الشعر بحال بنيتات الاخرين. فربما بالفعل كنلقاو بنيتات اللي يعني داك عزيز عليهم الشعر كيف ما كنقولوا. وكاين ملاحظه اخرى دكتور عبد الخالق رمضاني المساله ديال بعض الاطفال سواء بنيتات ولا وليدات كنشوفوا في المرحله الاولى من العمر ديالهم الشعر ديالهم ما شاء الله يعني كتكون فيه الكثافه كتكون فيه الليونه والشعر ديالهم صحي. لما كيبداو يتقدموا شويه في العمر اللي تبغينا نتكلموا على ديك المرحله ديال الطفوله الكبرى الشعر ديالهم كيتبدل تماما ما كيبقاش نهائيا بحال الاول. شنو السر في هذا الامر؟ هنا دائما كيبقى السر يا اما كتكون بنيوي يعني كتكون مساله عاديه يعني في كما بعض المرات كنلقاو شي حوايج اللي كيتبدلوا فينا منهم حتى اللون ديال البشره وبعض المرات كيقدر يتبدل خاصه انه كيقدر يكون في الاول كيبان لنا ابيض بزاف من بعد كيبدا يميل شويه للسمراء يعني كتكون شي تطورات اللي هي عاديه مع التاثير خاصه اللي كتكون عندها علاقه مع التاثيرات الخارجيه اللي من بينها التغذيه من بين التغذيه الاستعمالات الكيماويه الادويه الهرمونات ملي كتبدا تبان خاصه في واحد السن معين يعني حتى هي كتبدا عندها التاثيرات الجانبيه دونك هذه المسائل اللي كتكون هي عاديه خاصه ملي كيكون واحد يعني حتى في العائله كتكون هذاك هو كيقول لك راه انا في الصغر كنت هكا ورجعت من بعد هكا كيفاش ولا شعر نعم. بالنسبه لفاتحه وكريمه المحمدي نفس المشكل الشعر ناشف وكيتساقط هنا بالنسبه للتساقط الشعر وخاصه الناشف فهنا كما ذكرنا الزيوت الاساسيه اللي كتضفنا ما ذكرناش الزيوت النباتيه اللي نستعملوا ذكرنا وقيله زيت الخروع ذكرنا زيت ديال زيت العود ذكرنا زيت ديال الجوجوبا ذكرنا حتى زيت اركان زيت اللوز يعني هادو كامل زيوت ولكن غير سمحينا دكتور عبد الخالق الرمضاني لانه ربما المستمعين يقدروا يعاتبوا علينا انهم كيبغوا الكميه والمقدار بالضبط وشنو الطريقه نعطوهم الانواع ديال الزيوت يعني شحال تقريبا من نوع نقدروا نعملوا في الخلطه الواحده وبشحال من كميه ولا مقدار وشحال معدل ديال الاستعمال من مره في الاسبوع داكو نقدروا نعطوهم واحد غير اقتراح هذا ماشي يعني ماشي خلطه سحريه كيف ما كيقولوا ولكن كتناسب الشعر الجاف وخاصة هذا يقدروا يستعملوه كمان كابخي شامبوان. هل نبغي نضيف بالنسبة للشوت دو شوفو بالنسبة للزيوت الأساسية اللي ما ذكرتهمش اللي كيواسبوا يمشيو مع تساقط الشعر ذكرنا أزير ذكرنا الخزامة ذكرنا سلفيا نقدروا نزيدوا حتى سيدغوس أتلانتيكا ولا هو الأرز ديال الأطلس ونزيدوا لوكاليبتوس خاصة سيترونيك هادو الزيوت الأساسية اللي كتتماشى مزيان مع تساقط الشعر كاقتراح بالنسبه للشعر الجاف يعني كنشدوا نقدروا نشدوا واحد ثلاثه المعلقات كبار على حساب هنايا على حساب الكثافه ديال الشعر يعني الا كان عندنا الشعر كثير فهنا من الاحسن ان هذه الكميه هذه اللي غنقول دابا نقدروا ندوبلوها مثلا الا كان الشعر طويل ديال السيدات مثلا فواحد جوج ولا ثلاثه المعالق اللي كيكون خليط ما بين زيت ديال الخروع والزيت ديال العود ونضيفوا ليه واحد الخمسة النقاط ديال الزيت الأساسي ديال الخزامة خمسة النقاط ديال الزيت الأساسي ديال أزير ولكن جو بريفير سينيول هادشي غنرجعوا وقيلا لواحد التساؤل اللي طرحته الاخت ديال قنيطره وكنضيفوا لهم كذلك واحد الخمسة النقاط ديال الزيت ديال السونتال إلا ما لقيناش نقدروا نديروا الزيت الأساسي ديال السالمية فهاد الخليط هذا كنقدروا نستعملوه يعني كوم ما نساوش الأهمية ديال لي بتي ماساج بيليكولير هادو بحال كنحفزوا ديك البصيله ديال فوالا هادو بحال تقول كنديروهم اون سوان بيليكولير في بداك باش كنحفزوا كيف ما قلت دوك البصيلات ديال الشعرات ديالنا هنايا بيان سور بطبيعه الحال هادو كنستعملوهم من بعد ما كان داك لو شامبوان اللي حنا كيكون عندنا كنكون عزلناه بواحد العنايه كبيره يعني كنعزلوا واحد هنايا شي نوع اللي هو معروف عليه الفعاليه ديالو في هذا الاتجاه وبطبيعه الحال وهذه وهذا الشكل
هذا كيناسب واحد العدد كبير ديال الناس اللي كيعانيوا من هذه المشاكل ديال الشعر الجاف، الشعر اللي كيتهرس وشوت دو شوفو كذلك. نعم. طيب وكنستعملوا نقدروا نستعملوا حتى شحال من مره في الاسبوع دكتور عبد الخالق؟ ماشي مشكل مثلا زوج مرات حتى ثلاثه في الاسبوع ما كاينش مشكل؟ انا هذا نقدروا الا واحد جوج مرات في الاسبوع كتكون لارجمون كافيه، علما بانه حتى حتى الغسيل يعني واحد جوج مرات في الاسبوع فراه كتكون هذه هي اللي من الاحسن ان احنا ما نفوتوهاش. انا نبغي نشير بالنسبه للاخت اللي من القنيطره اللي كانت سالت على ليطالاج، على دائما احنا هذاك المشكل دائما كنعاودوا نطرقوا ليه، اللي هو الزيوت الاساسيه كيفاش كتكون معروضه للاسف للبيع. وهنايا كنتوجه زعما كاين حتى الناس اللي كيتاجروا في الزيوت الاساسيه على انهم على الاقل التزموا بواحد شويه ديال المعايير ديال الحفظ ديالها وديال نحافظوا عليه في واحد المنطقه اللي كتكون بعيده على الاشعه ديال الشمس ولا بعيده على الحراره، ويكونوا في واحد يعني حتى البلايص في القريعات في المحطوطين يكون واحد القريعات من الاحسن يكونوا اجاج، ولا حتى كانوا ديال البلاستيك يكون واحد النوع من البلاستيك معين اللي معروف عليها لانه ما كيتفاعلش مع الزيوت الاساسيه. وحتى دوك لي تيكتاج يكون فيهم نوع ديال الزيت الاساسي بالضبط، فاش كما كنهضروا على الخزامه راه كاين واحد العدد كبير ديال الانواع. فاش كنهضروا على ازير فاش من ازير، واش ازير لويل اسونسيال ا كونفر بحال لو روز مارينوس اوفيسيناليس ا كونفر اللي هو معروف عليه لانه كيناسب اكثر البشره البيدما، ولا روز مارينوس اوفيسيناليس اسينيول اللي هو كيناسب اكثر البشره اليابسه. اذا هنا غير شوف هذا المكون من هذا واحد من دوك المكونات اللي كنقدروا نلقاوه في ازير، غير الا اختلفت راه حتى الانديكاسيون ديالو ولا حتى الاستعمال ديالو كيهنا تقدر يختلف. نعم. وحنا لما كنا تكلمنا في حلقه سابقه من برنامج صحه وسلامه وخصصناها لكيفاش نختاروا الزيوت الاساسيه معاك دكتور عبد الخالق الرمضاني، فاحنا قلنا الهدف ديالنا انه غير المستمع الكريم ولا المستمعه الكريمه يبدا يرد باله لهاد الامور، وقلنا راه من الشروط الاساسيه ديال اي زيت اساسي داك الشريط اللاصق اللي كنلقاو على القرعه كنلقاو فيه المستخلص ديال الزيت الاساسي، هذا راه الشرط ضروري في اي زيت اساسي كنشريوه ولا كناخذوه. غادي ناخذ وفاء معنا من القصر الكبير على الخط. مرحبا بك وفاء. وفاء صباح الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وفاء. لاباس بخير؟ الحمد لله. مرحبا بك معنا. لاباس الحمد لله. لا الله يخليك. عندي جوج الاسئله. السؤال الاول كيشبه السؤال الاخوات. هو الاضافه في ايوان بنتي في عمرها 4 سنين والمقدمة ديال الشعر عندها مقدمة الراس عندها ناجف، ولكن دابا هي فيها الحساسية الأنف. وسمعت بأنه ما خصناش ندير لها زيت السمسم وزيت اللوز، كندير لها دابا زيت أرغان، وبغيت نعرف واش هاد زيت أرغان يصلح مع نوعية الشعر الجاف اللي عندها والحساسية اللي عندها. والسؤال هو واش مثلا ندير له ولا ملي كندير له الزيت واخا كتبقى به، يعني ماشي كندير ولا كنغسله، كتكون مثلا المدرسة كنعمل ولا يعني كتبقى به حتى تغسل، يعني واش ممكن يبقى في الشعر ماشي مضر؟ هذا هو السؤال ديالي. ان شاء الله نجاوبوك لالا وفاء. شكرا لك تواصلتي معنا من القصر الكبير. اذا طبعا الاجابه مع الدكتور عبد الخالق الرمضاني بالنسبه للشعر ديال البنيته ديالي في العمر ديالها 4 سنوات، وربما كذلك من المشاكل اللي كنشوفوها عند الاطفال يعني خصوصا البنيتات كنشوفوا انه الشعر ديالها في الاطراف مزيان، ولكن ذاك المقدمه ديال الشعر يعني كيف ما كنسميوها الخلفه او لا كتكون ناشفه. هنا ربما حتى هذا المشكل هذا ديال بعض الاستعمالات ديال بعض الزيوت، يعني حيت كيف ما كنعرفوا كاين بعض الزيوت اللي كتكون كتناسب واحد النوع ديال البشره. هنا بالنسبه ليها فالزيت الاساسي الزيت النباتي ديال زيت العود فهو زيت اختيار ممتاز بالنسبه للحاله ديالها. زيت ديال الارغان، ولكن كيف ما ذكرنا زيت الارغان تستعملوا ولا توقف؟ زيت الارغان حتى هو تقدر تستعمله، ما كاينش مشكل. المشكل اللي كاين فيه كيف ما ذكرت هي انها كتخلي الشعر ديالها مزيت، وهذا كيزيد من التاثير ديال الاشعه ديال الشمس على الشعر نتاعها، وبالتالي كيزيد من التاثيرات الخارجيه اللي حنا ذكرناهم اللي كيقدروا يزيدوهم ينشفوا لها الشعر ديالها. اذا تبقى في الاختيار ديال زيت العود من الاحسن. زيت العود، ولكن يبقى يعني كوم سوا كيف ما قلنا بيليكولير، تستعملوا في بواحد الكميه اللي هي تكون قليله، ومن الاحسن انها الا كانت غتستعملوا من الاحسن انها تستعملوا في الليل. علاش؟ باش
تعطي الوقت على ان داك الشعر يتغدى من هذاك وما كيبقاش عاطي الاشعه ديال الشمس. نعم. غادي نرجعوا دائما نواصلوا حلقه اليوم من برنامج صحه وسلامه، وفيها موضوعنا اليوم على الزيوت الاساسيه اللي كتعالج الجفاف الشعر، رفقه الدكتور عبد الخالق رمز. احنا دائما في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه على الاذاعه القريبه منكم دائما ماد غاديو. مرحبا بكل اسئلتكم 0522 74 72 50 51 او 0522 43 00 00. ما تنسوش تواصلوا معنا كذلك عن طريق رقم 5080 في اول رساله ديالكم، قوموا كتابه كلمه صحه اس ا اش ا خليو فراغ وبعثوا بالسؤال ديالكم باش ان شاء الله نجاوبوا عليه خلال الحلقه. غادي ناخذوا منى معنا على الخط من مدينه الدار البيضاء. مرحبا بك منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صباح الخير اختي وصباح الخير الدكتور. مرحبا منى. الله يجازيك بخير. بغيت نسول واحد السؤال. انا الشعر ديالي كيتسقط بزاف وناش. نعم. وسميتو بنيته ديالي عندها الشعر الزغبه رقيقه وناشفه وجد الشعر ديالها ميدم. نعم. والله يجازيك بخير. واحد جوج اسئله. الى خاطرك درنا شي حلقه ديال الكركدي والمنافع ديالو بالنسبه للمريض فقر الدم وحبوب اللقاح. حبوب اللقاح. نعم. ما يجازيك بخير. العفو ان شاء الله. هذا واجب علينا منى ان شاء الله نحاولوا نبرمجوا احدى الحلقات طبعا من برنامج صحه وسلامه. المواضيع اللي انت ذكرتيها غير خليك وفيه لينا وبقي معنا دائما في الاستماع. ناخذ خديجه دائما في مدينه الدار البيضاء. اهلا وسهلا خديجه. الو. مرحبا بك. الو. صباح النور على الله. صباح الخير. اهلا وسهلا خديجه. كنشكرك حبيبه وكنشكر الدكتور على البرنامج الشيق والطيب. مرحبا بك. اهلا وسهلا. مرحبا. الله يطول عمرك. انا كان عندي الشعر ناشف وكنت مرضت الله ينجيك والشعر كان مشى ليا نهائيا ما بقاش عندي حتى زغبه. ومن بعد من ناض ليا الشعر ملي كنت كنداوي درت شيميو وداكشي ودابا ناض ليا الشعر ناض ليا رطب. ولكن الجلده ديال راسي بقى كتحرقني دائما واخا كنعوم كنبقى نحك بحال راه فيا القشره بحال داكشي. بغيت نشوف واش كاين شي دواء لهذيك الجلده ديال الراس فاش كداوى ولا شنو. نعم ان شاء الله نجاوب. غير لاله خديجه شحال في العمر ديالك؟ حبيبه انا عندي 50 عام. 50 سنه. نعم. طيب ان شاء الله العمر كله. شكرا لك تواصلتي معنا ونجاوبك ان شاء الله على السؤال ديالك. وتقريبا دكتور عبد الخالق رمضاني السؤال ديال خديجه هو نفس السؤال ديال المستمعه كريمه اللي كتقول في العمر ديالي 67 سنه عندي مشكل ديال الشعر ديالي ناشف بزاف وكياكلني رغم انني كنغسلو نهار ونهار لا لدرجه انه بعض المرات كنحس بحال فيا شي حشرات في الشعر ديالي. فبغيت نعرف واش هذا مشكل ديال الحساسيه ولا عنده علاقه بالعلاج ديال الطونسيون اللي كناخذ عند ارتفاع في ضغط الدم. داكو. دونك هنا بالنسبه للاخوات بجوج نقدر نقترحوا عليهم يعني كوم سوان ابري ديما ابري شامبوان ابري لافاج يعني يبداو يديروا واحد. هضرنا قبيله على الخل ديال التفاح. نعم. والاستعمال ديالو فهنايا كذلك يبقى قد هو كيناسب جميع الانواع ديال الشعر هذا الخلط اللي غادي نقدروا نقولوا دابا وخاصه بالنسبه للحاله ديال الاخت فهو كنسدوا واحد جوج لثلاثه المعالق تقريبا ديال الخل ديال التفاح ولكن يكون واحد المصدر ديالو اللي هو معروف على انه فعلا الخل ديال التفاح بواحد يعني واحد المنتوج اللي هو دو كاليتي كنضيفوا ليه واحد ملعقه كبيره ديال خليط ديال الزيت الاساسي ديال لو غومارا ديال الازير والزيت الاساسي ديال الخزامه. هادو كنخليهم يرتاحوا وبيناتهم واحد تقريبا واحد نهار ولا يومين من الاحسن نمشي واحد 48 ساعه ومن بعد كناخذوا واحد ملعقه من هذا الخليط اللي كندير نضيفوها في واحد لتر ديال الماء دافي وليه به كنخليه هو اخر حاجه كنغسلوا بها الشعر ديالنا كنشيلوا به الشعر ديالنا. هذه كتعطي واحد النتائج مزيانه خاصه بالنسبه للناس اللي كان هذه جميع الانواع ديال البشره واخا تكون ديال الشعر عفوا واخا تكون ميدمه واخا تكون هذيك يعني كتعطي واحد الانتعاش كتحييها. غير ما هو بالنسبه للاخت اللي كتغسلها نهار اي نهار لا انا كنفضل انه يكون واحد ليسباسمون يعني ديما الشعر نحاولوا شحال ما جوج مرات في الاسبوع كتكون كافيه. وما باقي كنديروه بعد
كلك بعض نعم. العلاجات اللي كتكون خفيفه غير كتشير دكتور عبد الخالق رمني اللي قالت عندها واحد الحكه بواحد الشكل رهيب انها كتحشم بعد المرات قدام الناس لان الشعر ديالها نقي وغسلاه ولكن داك الحكه فهي كان عندها تساؤل ربطاته بمشكل ديال طونسيون اللي عندها ولا ارتفاع ضغط الدم واش كاين علاقه بيناتهم ولا لا على حد العلم ديالي ما كايناش شي علاقه ولكن كما قلت انا هاد الخليط هذا اللي حنا ذكرناه فراه كيعطي نتائج حتى في هذه الحاله ديال دوك الحريق اللي كيكون ماشي ديال البليكول ماشي ديال القشره لان القشره ديالها ربما كاين عندنا لها اقتراحات اخرى حتى هي طبيعيه. نعم اذا قلنا ثلاثه ديال المعالق من خل التفاح معالق كبار كنتكلموا مع ملعقه كبيره اللي غادي تكون خليط ما بين زيت ازير الزيت الاساسي ديال ازير والزيت الاساسي ديال الخزامه كنخلطوهم وكنخليوهم يرتاحوا مع بعضياتهم ويتفاعلوا لمده ديال 48 ساعه من بعد كناخذوا غير المقدار ديال واحد الملعقه من هذا الخليط كنعملوه في لتر واحد ديال الماء وكنستعملوه في طبعا الماء دافي وكنستعملوه في تشلال ديال الشعر ديالنا في ديك المرحله الاخيره من الغسل. نعم نتكلموا كذلك على العصير ديال الحامض واش كيصلح للناس اللي عندهم المشكل ديال جفاف الشعر ولا لا؟ كنشوفوا بزاف ديال النساء كيعملوا ديك الحامضه ولا كذا كيعصروها في ذاك السطل الاخير باش كيشلوا الشعر ديالهم واش فعلا كيكون نافع في هذه الحاله ولا ربما يصلح اكثر للشعر الميدم؟ هو فعلا هو كيجي اكثر لا الحامض لا العصير ديالو فهو كيجي اكثر مع الشعر الميدم ولكن حتى الاستعمال ديالو يعني مع بحال مثلا مع هذا الخليط هذا اللي قلنا مع هذا الزيت مع الخل ديال التفاح مع شويه ديال الحامض فحتى هو كيتمشى علما بانه كاين حتى بعض الانواع ديال الزيوت الاساسيه ديال الحوامض ديال الحامض ولا حتى ديال الحوامض الاخرى اللي كنستعملوها كذلك حتى هي العلاجات ديال حتى ديال الشعر اللي هو يابس هي كتمشي اكثر مع الشعر اللي هو يدم ولكن كاين بعض الاستعمالات اللي كتمشي مع الشعر اليابس. بقات واحد النقطه اخيره بغيت نناقشها معك دكتور عبد الخالق الرمداني بالنسبه للقص ديال الشعر باش كتنصح الناس اللي عندهم الشعر ناشف واش يتقطع مره ولا لا يخليه الطول ديالو شنو المساله اللي صحيه اكثر؟ هو هنا يعني مزيان اللي ذكرتيها هو باش ننصحوا واحد المغالطه اللي كاينه ديال كيقول لك كنقصوا باش يجهد بالعكس فهو هذه ما عندها حتى شي علاقه مع الحقيقه اللي هي العلميه فالشعر كيمشي في القوه ديالو كيمشي في الجهد ديالو وحنا راه بقينا في البدايه ديال الحلقه عطينا بعض الايضاحات حيت بعض المرات كنسمعوا الا كان الشعر خفيف قصوا من التحت باش يكبر باش يخلف عادي فراه هو كيخلف بنفس الطريقه بنفس الوزن غير هو ملي كتكون الكميه ديالو اكثر فتا العلاج ديالو كيكون كيكون خاصو واحد المجهود اكثر. نعم اذا الناس اللي عندهم الشعر ناشف داك القص ديال الاطراف مره بطبيعه الحال هذوك الا كانوا فيهم شي مشاكل صحيح حيت كنعرفوا كيكونوا قدروا يكونوا في واحد دوك لي بو كيقدروا يكون واحد بعض المشاكل فكيكون هذاك واحد ديسوان اللي كيكونوا لوكو هذوك فكيعطيو واحد كينفسوا شويه الزغبه ديال الشعر. شكرا لك دكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه ان شاء الله موعد جديد غيجمعنا معك في حلقه يوم ثلاثاء باش نكتشفوا حشبه جديده ونتكلموا على مختلف المكونات والاستعمالات ديالها. شكرا لك. حنا وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد اللي كانت معكم وراء الميكروفون مجدولين على مال ادريسي اللي رافقتني في الاخراج وسميحه اللي كانت استقبال مكالماتكم يوم جمعه مبارك كنتمناه للجميع الى اللقاء.